اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده حلاوه المولد، وانا حبيت اعملها لحضراتكم النهارده في المناسبه العظيمه دي، فرصه نهني كل الامه الاسلاميه من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه بالمولد النبوي الشريف. حلاوه المولد مش هنقول غاليه او رخيصه، انا ما خصنيش الموضوع، انا يخصني ان انا ازاي اساعدك تعملي حلاوه المولد بطريقه بسيطه وغير مكلفه، يعني الحاجات اللي انا بستخدمها في متناول الجميع، وهتلاقيها في دواليب الثلاجه او في دواليب المطبخ موجوده عندك. اذا كان شويه فول سوداني زي الفل، شويه حمص جايين من طنطا بلدي وانا عيب عيش في طنطا، حمص الجميل الحلو ده كده، والسمسم هنعمل سمسميه وفوليه وحمصيه، بيعجبنا قوي التركيبه الثلاثيه دي. وجوز الهند انا ليا موقف معاها، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فعايز اعملها النهارده بطريقتي. كيس جوز الهند كده بثلاثة تعريفة هنجيبه مع بعض ونشوف ازاي نعمله حاجات لطيفة تقدر تضيفي في ليفر حلو، حبهان، مستكة. الجوز الهند يعني طعمها مش مقبول ان الواحد ياكل واحدة ولا اتنين، ولكن تقدر تضيفي بعض الفليفر زي الحبهان، زي حبة البركة، زي الفانيليا، الحاجات اللطيفة دي تخلي الواحد ياكل خمسة ستة ولسه يقول لك هات كمان. يعني النهاردة حلاوة المولد، إيه رأيكم؟ هنعملها بالمفاجأة بحبة البركة، بالفانيليا، بالحبهان، هنشوف نعملها إزاي. أكيد المغازي له تركيته، ولما نقول تركية صغيرة بتكاليف قليلة تقدري تحولي الموضوع لطعم تاني. يعني كده بالعربي تفاصيل صغيرة في حلاوة المولد، ولكن شكل تاني وطعم تاني. لما تفكري تعملي حلاوة المولد مش انك انت هتكلفي وتتعبي في الموضوع، انت ممكن تشتريها سهلة وهتعدي على اي محل بتاع حلويات، هتاخدي علبة حلاوة المولد بخمسين جنيه، مية جنيه، ميتين جنيه، زي ما انت عايزة. انا مش مع الموضوع ده، انك تخش المطبخ وتجيبي الحاجات البسيطة اللي انا جايبها النهاردة وتعمليها، ده في حد ذاته الموضوع بيبقى فيه فرحة للاولاد والاسره. انا بعمل لكم يا اولاد النهارده حلاوه المولد زي كحك العيد كده، هو احنا يعني مش هنقدر نشتريه؟ هنشتريه، بس لما نخش المطبخ ونعمله الموضوع بيفرق. مقادير الفوليه على الشاشه، معانا فول اللي هو الفول السوداني بيتقشر وده معروف وبيبقى موجود معانا، ومعانا السكر انا هعمله النهارده بطعم الفانيليا، فول سوداني بطعم الفانيليا، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. يعني الفول السوداني الفوليه احنا عارفين طعمها، بتبقى طعم السكر، طعم الشربات، انا هديها سنه فانيليا وهنشوف ازاي نتعامل معاها. ومعانا السكر، والسر في حلاوه المولد ازاي نعمل العقده بتاعه السكر، هي دي كل الحدوته، وبيطلع منها كل حلويات المولد اللي انتوا حابينها بقى. يعني اذا عملت سكر مظبوط وقعدت السكر بتاعك وظبطتيه المعيار بتاعه وطلع معاكي بالقوام بتاعه والشده بتاعته والمطه بتاعته، ظبطت معاك حلاوه المولد. تعمليها بحبه البركه بقى زي المغازي كده، وتشكلي وتنوري وتعملي فيها انت بتاعتك دي. ادواتك في حلاوه المولد هي ربع كوبايه زيت وفرشاه، دي لازم تكون موجوده معاك عشان الحاجات اللي بتخلي حلاوه المولد تنجح معاك، زيت وفرشه. ليه يا عم الشيف؟ علشان عمليه التنظيم واحنا بنعملها ما تلزقش معاكي في الحاجه اللي بتعمليها مع ورق الزبده، دي اول حاجه هنخليها كده على جنب. حلو. طيب عندنا الفرن احنا مسخنينه وجاهز معانا، المفروض ان احنا نحمص الفوليه شويه. احنا هنعمل لحضراتكم النهارده فوليه وحمصيه. الفرن بيتحمى وبندخل الحمص والفول ده يدفى شويه يبقى دافي عشان يتقبل الشربات. خلي بالك ده الفول السوداني، لان انت بتشتريه من عند الراجل بتاع المكسرات بيبقى فيه شويه رطوبه، فانت المفروض طبعا تاخديهم على البيت وتدخلهم الفرن تحمصيهم شويه. حلو الكلام، دي البدايه اهو، ده الفول السوداني، وهدخل معاه كمان بالمره الحمص عشان تبقى حضراتكم ماشيين معايا وعايشين حكايه عمل حلاوه المولد. انا هعمل الحمصيه بالحبهان، هحط شويه حبهان عليها كده عشان الحبهان مع الحمص يتعرفوا على بعض، يبقى بطعم الحبهان الحمص بتاع المولد. نحطهم هنا كده بقت الحمص. وناخد مقادير الحمصيه بالمره عشان الاثنين هيطلعوا يتولدوا في لحظه واحده. مقادير الاثنين مع بعض، الحمصيه على الشاشه. انا هسهل عليكي والله العظيم النهارده يا امي يا اختي يا خالتي يا ست الكل يا ست الحبايب يا اعظم ام في الدنيا، تخش المطبخ في خمس دقايق تعملي حلاوه المولد. ادي الحمص
بتاع المولد بتاع طنطا، وادي الفول السوداني اشتريناه من عند الراجل البقاله عن مصر. اه في رطوبه شويه، احنا حطيناهم في كسرولات من الازاز او في صواني وهندخلهم الفرن، والفرن عندنا درجه حرارته عادي، سخناه وحطيناه. حذاري الفرن يكون مولع. اه ندفيهم شويه. اه الاثنين يخشوا مع بعض، لا واحده تحت وواحده فوق. حلو الكلام. نقفل الفرن. الفرن مولع؟ لا. في الفرن في درجة حرارة؟ اه. سخنتيه كأنك هتعملي الزبادي من الآخر، وهنقفل الفرن بتاعنا. اه. بص عليهم حبيبي، حبيب هارت. لا الوقت عادي، أنا هدفيهم بس. اه بيبقوا بدرجة حرارة الفرن. حلو. دي أول خطوة. طيب، تاني خطوة نعمل الشربات مع بعض يا شربات. نعمل الشربات إزاي؟ الوقت بتاع الحلقة بتاعتنا ما يسعفنيش إن أنا أعمل الشربات، الشربات ده عايز وقت للأمانة، أنا معاكي صريح وواضح. فانا مجهزه من بدري ولازم يتحضر من بدري. عياره قد ايه يا عم الشيف؟ هتحطي 4 كوبايات سكر، يعني تقريبا كيلو سكر على نص كوبايه ميه. بجد؟ اه 4 كوبايات سكر مع نص كوبايه ميه. اه شفت الجو ده كده هيديك القوام ده. نشوف القوام حالا، كل حاجه هقولها دلوقتي. حاضر عينيا الاثنين. طيب نشوف القوام بتاعه احنا مع بعض. اه ويفضل تعمليه من بالليل يبقى احسن، يعني لو عملت الشربات ده من بالليل يبقى افضل. اهو شوف القوام بتاعه كده اهو. دي طريقه. في طريقه تانية سهله اهو، هيطلع معاك الشويه دول حلوين. طب عشان يطلع معايا بالقوام ده ما تقلبهوش، انت تحطيه على نار هاديه وتحط السكر مع الميه وتحطيهم. المخرج الجميل بيسالني بيقول لي ليه الليمون؟ وجود الليمون هنا بيساعد على قوام السكر، بيديله لزوجة وقوام، وفي نفس الوقت كمان بيديله طعم. اه عايزه تجودي حط عود قرفه يبقى الشربات بطعم القرفه. عايزه تجودي اكتر تحطي فانيليا زي ما انت عايز. اهو شفت الشربات ده الشربات. اه زي العسل. اه شفت يعني حطيناه برطمان ابيض كده هنقول عليه عسل على طول. اه اه شفت الشربات. اه هو ده. اه حلو. طيب الطريقه الثانيه ايه؟ وهي حلوة وطريقة لطيفة. في الماركات أو في عند إخواننا اللي بيبيعوا الحاجات بتاعة المكسرات، وحضراتكم عارفينها كويس في السوبر ماركات، عسل الجلوكوز ده. حلو؟ ده البرطمان عامل تقريباً 20 جنيه. سعره في متناول الجميع. يا إما إنك تقدري تعملي شربات خفيف شوية وتحط عليه عسل الجلوكوز هيديكي نفس القوام بالشكل ده كده. شربات خفيف. اه خلي بالك ويديكي نفس القوام. اه ايوه ما انا ده عسل الجلوكوز اهو اهو. فانا هعمل ايه؟ هاخد الاثنين احطهم على بعض. ايه فايده الاثنين على بعض يا عم الشيف؟ يخلي الحلاوه المولد القطمه بتاعه الايه السمسميه والحمصيه اللي احنا عارفينها. اهو هننزل بالايه بعسل الجلوكوز. نجيب المعلقه دي كده ونحركه شويه. شفت نازل ازاي القوام بتاعه سميك ده؟ اه نزله كده عليه ونحطهم كلهم على بعض. شفت دي هي دي القطمه دي اهو. شفت نازل ازاي؟ يا ويلي هو ده. ونقلب كل ده مع بعض. شفت عامل زي الازاز؟ اه شفاف جدا. اه حلو وتقيل جدا. اه هننزله على الشربات اللي احنا عملناه. شفت مش عايز ينزل من المعلقه ازاي؟ بس احنا هننزله بعون الله. هو المفروض يعني دي غلطتي ان انا المعلقه دي كنت ابلها زيت واشتغل فيها. شفتوا ازاي بعترف؟ اه والاعتراف بالادله شجاعه. اهو شفت ازاي؟ بس انا ازاي؟ اهو هقلب بنفس المعلقه اهو ده. اهو شفت الموضوع بسيط ازاي؟ اهو نزلت خدت كل اللي في البرطمان بقلبهم، وانا مطلوب مني اعمل شويه حمصيه وسمسميه وفوليه، فهاخد من كل حاجه معلقتين كده واضيفهم على السمسميه والفوليه. شفت وانا واقف الموضوع سهل ازاي؟ طبعا انت عايزه تعملي كل حلاوه المولد اعمليها. عايزه تشتغلي فيها من بالليل كده والاولاد يشاركوا الفوليك معاكي في المطبخ والنشأه كده والولد جوانا والولاد يعرفوا الاهتمام بالمناسبه الجميله، المناسبه العظيمه، المناسبه النبويه. اه ده حاجه حلوه. يعني احنا اتولدنا لقينا امهاتنا بيقعدوا على الطبليه ويعملوا كحك العيد.
تعالى يا حماده. نعم يا ام، تعالى شغل المفرمه واعمل البسكويت. تعالى يا حماده شيل الصاج ده وديه لخالتك ساعدنا، وهكذا. نفس القصه بتاعت حلاوه المول، تعالى يا واد قلب الفول السوداني ده كده على ما اجهز السكر. تعمل ايه يا ماميتو؟ بعمل حلاوه المول. حلو الكلام ده المفروض يعني. ويوم في الاسبوع، يوم في السنه. يعني انا اعرف المدارس النهارده عاملين حفلات بمناسبه حلاوه المول، مش لابسين اليونيفورم، وده حاجه حلوه. لبس تاني علشان الاولاد يعرفوا ان في حاجه اسمها مناسبه عظيمه. ناخد ده كده، خلصنا من الايه الكعبله اللي احنا فيها دي كده، ونقلب ده كده مع بعض. اهو بقى الشربات عندي جاهز اهوت. تقدر تحطيه على نار هاديه؟ ماشي. اهو شفت الشربات؟ مش هتشوف القوام دلوقتي، هتلاقيه تقيل جدا. اهو على نار هاديه. اهو اقف على النار هنا. اهو واشتغل. اهو شفت المعلقه تقيلت معايا؟ بص على الحلاوه دي كده بقى. اهو 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 هي كده خلصت. أوه. سمسميه، فوليه، لوزيه، فستقيه، زي ما انت عايزه. اهم حاجه الكافيه الاخيره دي. اهو شفت الشربات؟ اهو اهو يجعل ايامنا شربات كلها يا رب، قولوا امين. اهو ده العسل، ده الشربات بتاع الايه؟ التحضير بتاع حلاوه المول. اهو شفت القوام طلع معايا ازاي؟ اهو شفت نازل ازاي؟ اهو بص 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 شفت إيه؟ لما بينزل النار بيبدا يفك. انا عايزه يفك ليه بقى؟ عشان لما اقلبه على الفوليه ولا على السمسميه تشرب. اهو وبعد كده نسيبها تبرد. اهو الله عليك، هو ده هو ده. شفت المخرج الشاطر؟ خلاص عارف المهيه. بص بدات تفك ازاي معايا اهو. اهو لو انا عايز انزل اللي باقي في البرطمان احطه في حمام ميه وانا واقف كده وزي الحلاوه دي. ميه بتغلى ايه؟ هعلمك برضو حاجه كده، وعايزه تاخد كل اللي في البرطمان دي ميه سخنه، هناخد اللي في البرطمان ده ونحطه هنا كده. اهو شويه كده وهتلاقيها ايه؟ فكت معاك. اهو تثبت كده. اهو ممكن احط كمان معلقه. الحاجات الصغيره دي بتفرق. اهو زي الفل، مع الوقت هتلاقيه فك. شفت ازاي انا بتعامل في المطبخ؟ اهو اهو ده خلاص بقى. اهو اهو خف. اهو اهو على نار بقى. بص معايا للشكل ده كده. اهو هو ده خد مننا وقت. اه ده يتحضر من قبلها. اه لو هعمل الشربات ده محتاج الوقت الحلقه؟ لا ده عايزه تقريبا ساعتين عشان يطلع معانا الشربات ده. اه خلصنا من الشربات ده، ناخده خلاص كده جاهز. اه بالقوام ده حلو. ده اهم حاجه. فيك تحط هنا حبهان تبقى الفوليه بطعم الحبهان، فيك تحط هنا فانيليا تبقى الفوليه بطعم الفانيليا، فيك تحط قرفه تبقى الفوليه بطعم القرفه. ممكن تحط مثلا مستكه تبقى الفوليه بطعم المستكه. تدوبي مثلا فصين مستكه وتحطيهم على الشربات، خد طعم المستكه. انا بديكي فرص انك تعملي حاجات مش موجوده بره، عشان كده بقول لك لما تعملي حلاوه المولد، عشان كده لما اقول لك تعملي حلاوه المولد في البيت، القصه مش انك انت تخش المطبخ تعمليها، هتعملي حاجه لاولادك مش موجوده في محل بتاع الحلويات. يعني انا ما شفتش محل بتاع حلويات بيبيع الفوليه بطعم المستكه، او الحمصيه بطعم الحبهان اللي انا حاططها في الفرن، او معانا حبه البركه اللي انا هعملها معايا دلوقتي، ويا رب البركه تخش كل بيوتنا باذن الله في المناسبه العظيمه دي. ندخل حبه البركه دي في السمسميه. تخيلي انك بتاكلي سمسم مع حبه البركه، اكيد البركه هتجيلنا، لان اللي بيشبط في البركه بتجيله البركه. تعالوا مع بعض نجيب الحمصيه. النهارده انا بتدلع يعني، مش كل يوم بصل وتوم، دي الحمصيه اهي. نوسع لها كده. الاخبار ايه؟ اه دافيين زي الفل. عايزاها بطعم الايه؟ حبه البركه، نحط حبه البركه. والله فيها طعم الحبهان، والله ريحه الحبهان. اللهم صل على النبي. هحط شويه حبه البركه ما زعلكش. اه لف محلات الوطن العربي كلها وشوف حبه البركه كده في قلب الحمصيه مش هتلاقي. ناخدها زي ما هي كده وننزل بقى هنا. صوت بيقول انا مصري. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يلا بينا. يلا بينا نقف هنا على النار. معلقتين سكر، هما اتنين، ادي واحده وادي التانية. حلو قوي. ونقلب. اثبت يلا. تعالي بلاش من اللي كان فيها فانيليا بقى،
عشان ما تبقاش الفانيليا داخله على ايه، على الحبهان وحبه البركه. قلبي معلقه تانية. لا بالزيت، زيت الشاي ده اذا المخرج معايا في الصوره الحلوه اتعلمها. اهو 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 شفت، واقلب بجد يا شيف حلاوه المولد ده. انا افتح مصنع الصبح ده، انت ممكن تعملي مشروع في البيت وتعمليه مشروع استثماري والله العظيم، وتبيعيها وحاجه منزليه حلو والبلدي يوكل اهو، وتعملي لك كده صفحه على التواصل الاجتماعي، وتبقى ليكي مصدر دخل حلو اهو. سهله، اسبوع كده قبل المناسبه العظيمه، واللي طبعا يعني ونصلي على رسول الله وتكسبي زي الفل اه. ويبقى الشيف المغازي له ايه سبب في القصه، وتدخلي على صفحه اكله امي هتشوفي الطريقه معموله، والصفحه الرسميه للقناه الاولى هتلاقي الطريقه معموله وحاجه زي الفل اهو. شفت الحلاوه دي كده اهو، ايه الحلاوه دي؟ خلصت يا عم الشيف. طعم الحبهان شم حبه البركه، وانت بتاكلي كده وتيجي تحت سنانك تقطم حكايه، تقدري تدوبيها وتقدري تطحنيها وتحط لها طحونه ماشي، بس انا بحب حبه البركه سليمه بصراحه. كل اهي انا بقى ايه قابل لها زيت زي انت ما قلت، مش دلوقتي، لما اجي افرتها على الخشب اخد ده كده زي ما هو زي الفل. الزيت اهو، اول حاجه هعمل ايه، هاجي هنا كده واعمل كده. شفت الحركة دي؟ ليه بقى؟ قول لي يا مخرجنا ليه؟ الله عليك يا حبيبي، عشان لما اقطعها تتشال معايا. شفت ازاي؟ القرص ده والمقاس، والله هتلاقيهم الاثنين قد بعض دلوقتي. ده كبير شوية؟ والله يعني جه كبير شوية معايا ماشي. حلو؟ ناخد دينتين زيت كده وننزل بالباقي كده. الله عليك يا عم الشيف، ايه اللي ابداع ده؟ ايه اللي ابداع ده؟ في اكل عربي نلاقيك، اكل غربي نلاقيك، حتى حلاوه المولد ما حرمتناش منها، وهي دي عادتنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، اي مناسبه ما تعديناش الا وان احنا ايه نحتفل بيها. والحمد لله النهارده الحلقه دي كانت بتتاجل يعني بقالها يومين، حبينا نعملها حضراتكم النهارده، والنصيب ان احنا نعملها في نفس اليوم المناسبه العظيمه. محظوظين عشان ناخد دعوات حضراتكم اللطيفه والجميله. بدعواتكم ربنا بيكرمنا. دي بنزين الحياه. يا ريت تخش المطبخ دلوقتي تعمليها، لو انت عاملاها قبل كده خش واعملها على طريقتي كده النهارده. وقول لنا رايك اهوت فيها زي الفل. اسويها كل ما تبرد كل ما تشد، خلي بالك. نعم يا غالب يقول لي نحطها في الثلاجه، والله لو انت مستعجل انك تاكلها حطها في الثلاجه عادي. مش قلت لك يعني المصانع الكبيره بتحط الحاجات دي في تبريد عشان تقطع بالمقاسات وبالحجم، لان طبعا ده فيه كوست بيحسب بالجرام بالسنتي عشان يبدا يحط السعر بتاعه، الماتيريال كلف كام والكوست كلف كام، ويحط الصنعه ويحط الكلام ويحط الراتب اللي بياخده الشيف ويحط الكهرباء ويحط الميه ويحط الغاز، وفي الاخر بتدفعي فيها كل ده. شفتي سويتها ازاي؟ سوا واحد قرص فوليه وقرص حمصيه. دي عايزه حته هنا شويه كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ادلعك. هنا في طعمين على القرص الكبير ده، القرص العائلي بجد والله، في طعمين، طعم الفوليه بالفانيليا وطعم الحمصيه بحبه البركه والحبهان او الهيل عشان اخواننا في الخليج يعرفوا. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.